وسط أجواء احتفالية ودبكات فلكلورية كردية احتفل أهالي مدينة السليمانية بيوم العلم. الاحتفالات شملت جميع الدوائر الرسمية والجامعات والمعاهد والمدارس. المحتفلون ارتدوا الزي الكردي واعتبروا هذا اليوم يوم عزيز على قلوب الشعب الكردي. تعني كل شيء جميل، تعني الألوان كله لها رمز خاص، يعني تعني الانتصار عندي، تعني الأمل. رأي كردستان يعني شيء شامخ، تعني الجبال والطبيعة جميلة. أحد المواطنين أوضح بأن العلم الحالي لإقليم كردستان يختلف عن العلم الأصلي والذي رفع عام 1946. العلم الموجود حاليا لا يدل على علم كافة كردستان، وإنما علم لمنطقة معينة، أقليم فيدرالي تابع للعراق. بتصوري كان العلم اللي هسه الموجود كان مفروض يرجعون إلى تاريخ أعلام كردستان كعلم جمهورية كردستان التي أسست في سنة 1946. وبحسب الألوان فإن علم كردستان تعني النضال والثورة والأمل، والشعب الكردي كبقية الشعوب العالم يفتخر بعلمه. علم كردستان هو رمز لنضال الشعب الكردي، وشعب الكردي له الحق كسائر شعوب العالم بأن يكون له رمزا وأن يتمتع بكافة حقوقه القومية المشروعة. ويحتفل الشعب الكردي في 17 من كانون أول ديسمبر من كل عام بيوم العلم، ويقام في هذا اليوم احتفالات وأفراح ودبكات بالزي الفلكلوري في مختلف مناطق كردستان العراق. ويعتبر هذا العلم رمزا للشعب الكردي الذي ناضل كثيرا من أجل تحقيق العدالة والمساواة والديمقراطية والحفاظ على المكتسبات الوطنية. عدنان جاف، فضائية التغيير، السليمانية.